تصيب الجمعة هناك. من بعض من هؤلاء المرحلين الذين يرحل في ثوبه وقد صار أسود وهو حافي الجبلين وهو مريض يرتعش على الطيارة على الطاولة يرتعش. هل هذا هو الوضع الذي تدافعون عنه؟ هل هذا هو الوضع الذي تسعون لحمايته وشفائه؟ كل ذنبه أنه يبحث عن لقمة عيش تسد الفقر والحاجة. أن تدافعون عن نظام تكونت في ظله عصابات تتاجر بالأطفال والأعضاء وتتاجر فيه بالنساء والبنات وزادت فيه نسبة الفقر والفقراء والمرض والمرضى والأمية والجهل كما يعرف ذلك كل من تابع الإحصاءات التي تسجلها مراكز الخبرات والدراسات. فيا معكم هذا شهر المبارك، هذا شهر التوبة، هذا شهر الإنابة، هذا شهر الاستعداد والإعداد للرحيل، هذا وقت عظيم تعود إلى نفسك، ترجع إلى دينك، إلى ربك. الشياطين فيه مصفدة مغلولة، لا يوجد إلا شيطان نفسك، شيطان كان، شيطان ليس. احذر من هذا الشيطان الذي استمر على المعصية حتى يظل في هذا الطريق. اجعله فرصة، اجعله الشارع فرصة للخيرات، فرصة لتحويل الشعارات البريقة إلى تراحم حقيقي وتسامح فعلي وتآلف وجداني بين الجسد اليمني الواحد إلى حقيقة نقائك وصفائك الموجودة في اليمني الحق. هلما وضع يد في اليد لبناء وطن العدالة في كل أمر، هلما لمنع التلاعب والإسراف ولإعادة الحقوق، وكن عونا لكل إخوانك. اليوم الناس في المساجد والبيوت يدعون على كل من يقطع معايشهم، فلا تكن واحدا من الذين يدعون عليه. نسمعهم يدعون على من يقطع عليهم الكهرباء، من يقطع عليهم الماء، من يقطع عليهم الخدمات، من يؤذيهم في احوالهم يدعون عليه. فلا تكن واحدا من هؤلاء، لا تكن واحدا ممن يتلاعب بمقدرات الله. فلا تسد دعوه، دعوه المظلومين في هذا الشهر المبارك. واستعد واستعد ليوما تسلم فيها روحك وتنتقل الى حياه البرزخ وسؤال منكر ومكير وحساب كبير لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. استعد، فقد روي في بعض الموارد بين عيسى عليه السلام يسيح مع الحواريين اذ مر بقريه مات اهلها ودواتها، فقال عيسى عليه السلام الا انهم لا يموتون هذا الموت الا ان تخطأ الا ان تخطأ ولو ماتوا متفرقين لتداخلوا، اما يموتوا موت جماعي وعقاب شامل وكامل وكلهم اجسامهم بارزه في العراء فلا بد ان هناك سخط، لا بد ان هناك سخط. فقال الحواريون يا روح الله سل ربك ان تحيي الموتى، سل ربك ان يبعثهم لنا فيحييهم. فقال عليه السلام فسال عليه السلام ربه فاوحى الله اليه ان نادهم. فلما كان في يوم الليل ارتفع الى شرف من الارض فنادى يا اهل التربه يا اهل الغربه. فاجابه مجيب لبيك يا روح الله وكلمته. فقال لهم ويحكم ما انتم وما كانت حالكم؟ قال كنا اهل قريه امسينا في عافيه واصبحنا في الهاويه. فقال ويحكم ما كانت اعمالكم؟ قال حب الدنيا وعباده الطواغيت. قال فكيف كان حبكم للدنيا؟ قال كنا اذا اقبلت الدنيا فرحنا وسررنا
سلمنا وحزنا. قال فكيف كانت عبادتكم للطواغيت؟ قال كنا كانوا اذا امرونا بالمعاصي اطعناهم. قال فماذا قيل لكم وماذا قلتم؟ قال كنا ردونا وان نجتهد في العمل فقيل لنا كذبتم. فانتبهوا على انفسكم ان تقعوا في مزالق قتل النفس الذي حرم الله، ان تقعوا في مزالق الاتيان وما يغضب الله. انتبهوا، فنحن حريصون عليكم كحرصنا على انفسنا، لانه لا يؤمن احدكم حتى يحس لاخيه ما يحب لنفسه. قلت ما سمعتم واستغفر الله الكريم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.